باسم الآب والابن والروح القدس إله واحد أمين. ومع نفس المبدأ لا تكن إلا فرحا. والوعد الجديد اللي يخليني فرحان ويعني يا أرض نهدم عليك أدي ليه؟ لأنه واحد من الأنبياء الجمال قوي اللي كلنا بنحبه بيقول لي وعد مش ممكن ولا يجي على بالي وده سر فرحي. بيقول لي إيه؟ بيقول فيحاربونك ولا يقدرون عليك. فيحاربونك ولا يقدرون عليك ليه؟ لأني أنا معك. مين اللي بيتكلم؟ يقول الرب لأنقذك. بقى ده مش وعد يخليني فرحان. تقول لي طب وليه يحاربوني من أصله؟ ما هو ربنا قوي وضبط الكل ما يمنع عن الحرب. لا، هو وعده صادق. هو مش قال لنا قبل كده في العالم سيكون لكم ضيق؟ طب فين الفرح اللي هنا؟ لا، الفرحة جاية. ثقوا أنا قد غلبت العالم. ما هو فيش حاجة بتيجي بالسهل. أنا هدفي إيه؟ عايز الملكوت، عايز أوصل لربنا. والقديس بولس قال لي مش هتوصل غير لما تجاهد. من ضمن الجهاد ده أتعرض للحروب، عشان كده ما تفرقش معايا، لأني أنا مسنود، لأنه أنا واخد وعد. وهو قال لي على لسان أرميا النبي فيحاربونك ولا يقدرون عليك. مين أنا؟ ولك مش أنت، لأني أنا معك. مين القائل؟ يقول الرب لأنقذك. ودي سبب فرحتي. لا تكن إلا فرحا. لا، ده ليها أسبابها الكتيرة جدا. منها النهاردة هتعرض لحروب، وممكن الحروب دي تيجي من أقرب الناس. وإيه يعني؟ عادي، مع أعداء الإنسان أهل بيته. ممكن تتحارب، ممكن تتحارب في البيت، في الشغل، في الكنيسة، في الشارع، في كل حتة معرض للحروب. ولكن الثقة يحاربونك ولا يقدرون عليك لأني أنا معك. هو ده وعد ربنا، هو ده وعد ربنا. حصلت قبل كده كتير. طب تعالوا نشوف حاجة صغيرة. فاكرين الفتية الثلاثة؟ لما اوعى تاكل من ده وما تاكلش من ده، هوب اللي حواليهم لقى الناس دول مش كويسين. طب هنعمل فيهم ايه؟ هنوصلهم للاتون. يا نهار ابيض، ودول فرحانين؟ فرحانين. تخيل، لانه لما ترموا في الاتون عملوا ايه؟ شبيه بابن الالهه ماشي في وسطيهم. طبعا، ما اصله فيحاربونك ولا يقدرون عليك. طبعا، ودي سر فرحي. ما هو قال لي لا تكن إلا فرحا، مش جاي من فراغ. يحاربونك ولا يقدرون عليك. طب واحد تاني، ده الحروب اتشدت عليه لغاية ما جابوا شوية أسود كده وجوعوهم، هوب راحوا رمينه في جب الأسود. فيحاربونك، والحرب على آخرها، الحرب على آخرها، لدرجة أسود جعانة. يا نهار أبيض، ولا تفرق معايا. هو وعدني فيحاربونك ولا يقدرون عليك. طب هتعمل ايه يا رب؟ يا دانيال، اقول لك الله اللي قال لي هيحاربوك وما يقدروش عليك، ارسل ملاكه وسد افواه الاسود. اللي عمل مع دانيال وعمل مع الفتية الثلاثة هو الامس واليوم والى الابد. يقدر يعمل معاك زي ما بيحمل في كل القديسين، لانه بيعمل معايا وبيعمل معاك. طيب، حاجة شفناها بعينينا، إيه رأيكم لو رجعنا بالذاكرة كده لعشرة 12 سنة؟ لا، أقل من 10 سنين. لما جت هوجة على الكنيسة وراحوا حارقين كل الكنائس، وصلوا 66 كنيسة. يا نهار أبيض، ده طب دي حاجة تفرح بالذمة؟ لأنه هو الوعد بيقول إيه؟ وأبواب الجحيم لن تقوى عليها. النتيجة كانت إيه؟ نشكر ربنا، كل كنايسنا أعادوا بنائها وأعادوا ترميمها وبقت مفتوحة للمؤمنين والكل بيصلي فيها. أصله فيحاربونك ولا يقدرون عليك لأني أنا معك، يقول الرب لأنقذك. هنتعرض لمشاكل؟ هنتعرض لمشاكل. هنتعرض لحروب؟ هنتعرض لحروب. بس أنا واقف على الأرض ثابتة، ولا بيهمني. مش استهتار، ولكن قوة في السندة اللي في ظهري. لأن هو قال حاربونك ولا يقدرون عليك لأني أنا معك، ومش أي حد معايا، ده الله ضابط الكل.
الله ضابط الكل. طب حبايبنا اللي بيحبوا المتنيح البابا سمودة، ايه اللي حصل مع البابا سمودة؟ كلنا فاكرين لما احد المسؤولين تجرأ عليه وقال شنودة انا لغيت فترة او الموافقة على انه بقى بابا الكنيسة. مين انت يا انسان عشان تلغي عمل الله وحدد اقامته في دير الانبا بشوي؟ وتعرض لمؤامرات كتيرة، ولكن السلام اللي جواه جاي لك منين السلام ده يا سيدنا؟ والأصل عندي وعد ماسكه في ايدي، فيحاربونك ولا يقدرون عليك لاني انا معك، يقول الرب لانقذك وانقذ المتنيح البابا سمودة من كل المؤامرات. ويقول كانت فترة جميلة في الدير، طلع علينا حاجات رائعة وكتابات جميلة. عشان كده الواحد النهاردة اوعى تخاف، اوعى تخاف من الحرب، اوعى تخاف من اي حد بيفكر يأذيك. وارد، ليه ما تخافش؟ لان هو وعدك وقال فيحاربونك ولا يقدرون عليك. ربنا وعدك بكده، عشان كده لا تكن الا فرحا. وعود ربنا تفرح قلوبنا، وعود ربنا تسندنا، امسك فيه وفكروا بوعودك. قلت انت قلت يا رب انا عندي حروب في كذا وكذا 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 وكذا، وارمي في ايدين ربنا وقلب الله ويد الله تتسع لكل مشاكلك، تتسع لكل قضاياك، وهيوصل لك الحل السريع. يحاربونك ولا يقدرون عليك، ولا تكن الا فرحا. لإلهنا المجد الدائم من الآن وإلى الأبد، آمين.